مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه وسلام للجميع. اليوم ماخذينكم في مكان مهم جدا في اوتاوا، اللي هو هوجز باي ووتر فولز. هدول الشلالات الموجوده في الهوجز باي في قلب المدينه اوتاوا، قريب جدا من المونيز باي، حكينا عنه اكثر من مره في الصيف والشتاء. لكن المنظر الرائع في الشتاء والصيف لهذا المكان شيء خلاب. رح تسمعوا الصوت، طبعا هذا المكان الهوجز باي بارك يعني شيء جذاب في جميع الفصول، في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف. في الصيف كثير ناس بيجوا هون، وبالربيع يعملوا باربيكيو، بتصوروا برضو مع الهوجز باي ووتر فولز زي ما انتم شفتوهم. هذا النهر اسمه ريدو ريفر، بنتقل بوصل للاوتاوا ريفر، في عليه شلالات الريدو. المنظر يعني كنا ورجيناكم الغائد احلى منظر، بس حورجيكم برضو من مكان تاني. منظر رائع جدا يا اخي، جمال الطبيعة سبحان الله. يعني طبعا بالشتاء زي ما انتم شايفين عاملين للتريل عشان نمشي فيه، نستمتع بجمال الطبيعة والناس بتمشي هون. اللي حاب يجي على كندا او مدينة اوتاوا بالذات، يعني ما في شيء بعيق الكنديين انهم يطلعوا يستمتعوا بالطبيعة سواء بالصيف او الشتاء. الهواء الجذاب المنتعش المنعش سوري، الهواء الرطب الجميل اللي بشعرك انك كل نفس هيك تستنشقه، بعطيك immune system قوي، بعطيك طلع المنظر. عارف الصوت عالي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ونراكم في فيديو لاحق، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.